ولذلك أول وصية هي الوصية بالتوحيد والعقيدة، والإنسان ما يجامل فيها، ولو جامل فيها بيكون توحيد ناقص. ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. توحيد ما فيه مجاملة، بيدعو غير ربنا إما أن يستجيب للقرآن وللتوحيد ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه الإنسان يبعد منه. عشان كده العلماء قالوا اعلم أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حد الله. يعني ما ممكن الليلة واحدة بتمشي الفقراء والدجالين وبترمي في الودع وشغالة والداعية، الوحدة تجي تجيبها معاه في البيت وتشرب معاه الجبنة وتضحك معاه. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما ممكن الزول يباسطهم في الكلام ويمشي معاهم ويخش ويضحك ويسكت ويخجل منهم. هم ناس ما خجلوا من الشرك الذي أغضب الرب عز وجل عليهم، ونحن نخجل من التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به. فهذه أول وصية. والتوحيد ما بيكتمل إلا إذا الإنسان ابتعد من أهل الباطل والضلال، زي ما ذكر الله عن إبراهيم، والآيات موجودة كثيرة.